ما اقدرش افوت فرصة ان انا قاعدة قدامك وما اسألكش عن اهم اللعيبة اللي كانوا بيكونوا هذا المجد العظيم. يعني في جملة عن كل لاعب مثلا، ممكن تقولي ايه عن مثلا ابو تريكة؟ أبو تريكة أبو تريكة كان في الواقع أكتر لعيب عنده مهارة في الكل، وفي كل اللعيبة اللي كان عند الأهلي. ما ابتداش وهو صغير في السن وهو بيلعب في نادي كبير، كان بيلعب في الأول في الترسانة، وتاني مرة جيت فيها كان في الدرجة التانية. فبوتريكا ابتدى متأخر على في المستوى الأعلى، ابتدى متأخر، بس هو كان عبقري، كان أكتر لعيب عنده موهبة في الأهلي، وكان فعلا كان فعلا هو اللعيب أكتر موهبة. مع الكابتن الخطيب، لأن كان عندي فرصة أن أشوف فيديوهات للكابتن خطيب، فهم كانوا أحسن لعيبة في تاريخ، من أحسن لعيبة في تاريخ مصر.